أعزائي طلبة وطالبات الإرشاد السياحي الفرقة الأولى كلية سياحة وفنادق جامعة الأقصر، أهلا وسهلا بحضراتكم. والنهاردة محاضرة جديدة من محاضرات التاريخ المصري القديم، واللي هتكلم فيها عن الفترة ما بين رمسيس الأول وميرنبتاح، وده أول الأسرة ال19. يلا بينا نبتدي المحاضرة. وأول حاجة هنتكلم عنها lecture objectives، lecture objectives النهاردة هتكون to have a general idea about the period of the 19th dynasty and more specifically from the time of Ramses the first to Merenptah, and then to identify the kings of this era and to describe the important events of this period or to shed the light on the main monuments of this period. هنعرف ايه هي الفترة دي، يعني نتكلم عنها بشكل عام، هنعرف الملوك بتوعها، هنوصف الأحداث المهمة، وهنتكلم عن أيضا المونيمنتس أو الآثار المهمة بتاعة العصر ده. طيب نخش بقى على أول ملك من ملوك الأسرة دي، وهو الملك رمسيس الأول. رمسيس الأول he is the founder of the 19th dynasty، هو أول ملوك الأسرة ال19، هو الفاوندر of the 19th dynasty، وهو مؤسس الأسرة ال19. He was chosen as a successor by Hormuhab and served as a co-regent. هو اختير يعني كواصي على العرش أو نائب للعرش مع الملك حورمحب آخر الأسرة ال18، لأن حورمحب وكان آخر ملوك الأسرة ال18. طيب Ramesses the first was the son of an Egyptian military commander, a commoner named Seti. الراجل اللي اسمه رمسيس الأول أو الملك رمسيس الأول هو كان ابن لقائد عسكري يسمى سيتي. أوكي. Born in Avaris. هو رمسيس الأول اتولد في أفاريس. وفين أفاريس؟ This was the former capital of Hyksos. Joining the army, he fought at the side of King Hormuhab and became a commander of troops. هو خلال وجود حرمحب في الحكم هو كان قائد عسكري وأصبح قائد للفيالق العسكرية بتاعة الملك حرمحب. Served also as Hormuhab's vizier and high priest of Ammon, a rank that placed him in command of all the cults and temples of the nation. الراجل ده رمسيس الأول served خدم حرمحب كوزير وكمان ككبير كهنة لأمون، وده اللي خلاه يعني يبقى على سدة التحكم بتاعة الكالتس أو العبادات والمعابد في كل أنحاء مصر. When Hormuhab died childless, Ramesses the first was installed as deputy of the throne, becoming the heir. حرمحب بقى لما مات وهو كان كبير في السن بس كان childless يعني ما عندوش أولاد، رمسيس الأول بقى هو اللي استولى على سدة الحكم. طيب احنا ممكن دلوقتي نتكلم برضو عن العيلة او يعني عن اصل رمسيس الاول. His wife firstly is Setra. يبقى كده زوجته هي اسمها ايه؟ Setra. ودي كانت the mother of Seti the first, and Seti the first he was his son. As Ramesses the first was quite elderly when he succeeded Hormuhab, بما ان رمسيس الاول كان يعني كبير في السن لما يعني تولى العرش بعد حرمحب، ابنه بقى سيتي the first was already a military commander. كان سيتي ابنه already كان ايضا قائد من قوات الجيش، يعني هو وأبوه كانوا من قوات الجيش.
The name of King Ramses, اسم معنى رمسيس, means Ra fashioned him, يعني Ra هو اللي خلق. In the first months of power, Ramesses the first restored the great temple of Karnak, completing the second pylon and a vestibule. He also added a colonnade hall. بتولي رمسيس سدة الحكم هو عمل يعني restored the great temple of Karnak, معناه عمل restoration أو ترميم لجزء من معبد الكرنك, و he completed the second pylon, وأكمل الصرح الثاني, وعمل vestibule, وزود كمان صالة فيها أعمدة. Ramses the first named city the first as his corregent, وزي ما قلنا إن رمسيس الأول أصلا كان corregent مع حرمحب. المرة دي رمسيس the first اللي هو برضو كان كبير في السن سمى أو أعطى city the first إن هو يكون وصي على العرش, and died only 16 months after his coronation. توفى بقى رمسيس الأولاني الأول بعد 16 شهر فقط من توليه الحكم, وعشان كده مين اللي تولى الحكم بعده؟ سيتي the first. مين؟ سيتي the first. At وادي حلفة, في المنطقة اللي اسمها وادي حلفة, Asila bears his name, commemorates his temple offerings. في حاجة بقى بتخلد ذكراه وان هو كان بيعمل offerings في معبد في وادي حلفة. Ramses the first conducting a Nubian campaign probably led by Siti the first in his name. ربما يكون في حملة عسكرية واللي قادها في الوقت ده سيتي الأول. طيب احنا لو اتكلمنا عن بعد كده التوم بتاعت الكينج ده, Ramses the first his tomb is in the valley of the kings, المقبرة بتاعته موجودة في the valley of the kings, but it was not finished, it was not completed, المقبرة بتاعته ما أكملتش, ما انتهوش منها. هو توفي بعد 16 يعني تقريبا شهر من توليه الحكم, فما لحقوش يعملوا مقبرة تليق يعني تليق بمقامه. طيب Ramses the first mummified remains فين بقى؟ تلاقيت فين؟ Were moved to Deir al-Bahari in later eras, were discovered in the cache there. في الكاش أو في الخبيئة بتاعة الدير البحري لقينا الجثة أو الموميا بتاعة رمسيس الأولاني. هي المفروض تكون في مكانها في المقبرة بتاعتها في وادي الملوك, لكن احنا ما لقيناهاش في وادي الملوك ولقيناها في الكاش بتاعته في الدير البحري. رمسيس the first or Ramses the first also had a tomb in Avaris, unused and probably built for him before he ascended to the throne. اللي حصل ان رمسيس الاولاني كان عنده مقبرة لان هو كان قائد عسكري already وكان بيعد يعني مقبرة لنفسه, ولكن المقبرة دي كانت في افاريس بمجرد وصوله للحكم, فهو محتاج مقبرة تانية تبقى في وادي الملوك, وعشان كده عملوا له مقبرة في وادي الملوك, فهو اللي اتدفن فيها المفروض ان هي في وادي الملوك, والتانية هو ما استخدمهاش اللي كانت في افاريس. يجي بعد الفترة بتاعت رمسيس الأولاني يجي ابنه بقى يحكم اللي هو اسمه مين؟ سيتي the first. سيتي the first he is the second ruler. Of course Ramses the first he is the founder and the first ruler of the dynasty. ابنه سيتي the first is the second ruler of the 19th dynasty, and as we said he is the son of King Ramses the first and Queen Setra. We already said that. He is a commoner at birth. Siti the first, he is a commoner at birth, like his father. Siti was raised in a military command of Egypt, came to the throne as a tough campaigner bent on restoring Egypt's empire. يعني هو أصلا كان حد يعني من العامة زي أبوه بالضبط,
بقوا في كقواد عسكريين هما الاثنين. أبوه كان قائد عسكري ووصل لسدة الحكم، فهو أصبح أمير ومن ثم أصبح ملك في الأخير. هو لما جه للحكم هو كان تاف تاف، يعني كان قاسي لأن طبيعة العسكريين بالشكل ده. فهو كان مناضل وكان بيميل دايما إن هو يعيد هيمنة الإمبراطورية المصرية كما كانت في السابق، أوكي؟ ودي طبيعة العسكريين في الفترة دي. He marched out of Tijil, a border fortress with three divisions, and overran Palestine, Syria, and the surrounding territories. هو يعني تقدم وتحرك من تيجل، وتيجل دي كانت عبارة عن فورتريس على البوردرز، يعني حصن حدودي، وقسم الجيش لثلاث فيالق أو ثلاث فرق عشان يغزو فلسطين وسوريا والسراوندينج تيريتوريز، معناها والمناطق المحيطة. City the first reoccupied strategic force garrisons on the no on the Mediterranean coast returned to Egypt with prisoners, treasures. In Karnak Temple City had relief inscribed on the north wall of the hypostyle hall to commemorate this campaign. He's depicted marching to Palestine and conducting battle. اللي حضرتك لازم تعرفه ان سيتي قام بعدة غزوات من ضمنها ناحية فلسطين وسوريا والمناطق المحيطة. بطبعه كان عسكري زي ابو رمسيس، وهو كان دايما بيحاول انه يعمل strategic forts and garrisons، حصون وحاميات عسكرية على الميديترينيان كوست، على السواحل بتاعت البحر المتوسط. وهناك يعني رجع ب prisoners و treasures، رجع ب أسرى وسجناء و treasures وكنوز. سجل الحاجات دي بقى في معبد الكرنك. طيب نتحرك بقى ونشوف حاجة تانية، ايه الحاجات اللي متسجلة بقى على معبد الكرنك بخصوص الملك ده. هو في attacks على كادش in Syria، هو عمل برضو battles against the Libyans، هو عمل يعني حملات حربية ضد السوريين وضد الليبيين وضد النوبيين. اوكي in subsequent campaigns he captured the region of Orontes River and confronted the Hittites. He received the whole of Palestine and Syrian coastal regions as a result of his military efforts. الراجل ده يعني راح ناحية نهر العاصي وعمل capture the region، وعمل أسر يعني أو غزا المنطقة، وهناك قابل الهيتايتس الحيثيين اللي هم أصلهم سوري. He received the whole Palestine and Syrian coastal regions. أخذ كل بقى المناطق المحيطة بفلسطين وسوريا، بالنسبة للcoastal regions يعني المناطق الساحلية في المناطق دي. و city the first also met a Libyan invasion. وقابل بعد كده برضو من الناحية الغربية يعني قابل الليبيان انفيجن او الاحتلال او التدخل الليبي، لان الليبيين في الفترة دي هو كان بيحارب في فلسطين وسوريا، ورجع لقى ان في الليبيين لهم تحركات مريبة وعاوزين يدخلوا مصر، فهو he fought them in two battles. هو قابل يعني قابلهم في معركتين وهزمهم في المعركتين. He led campaigns in Nubia which were conducted by him to put down a revolt. وهو كمان يعني كان في revolt يعني زي ثورة هناك، فالنوبيين برضو قابلهم. يبقى كده هو عمل ضد الهيتايتس في فلسطين وسوريا، وضد الليبيين وضد النوبيين، وسجل الكلام ده في معبد الكرنك.
City, the first, did much to promote the prosperity of Egypt. City ده عمل كتير بقى عشان يحتفظ ب prosperity أو الازدهار بتاع مصر. He fortified the frontiers, opened mines, and quarry, dug wells to benefit miners and quarry workers. الراجل ده فتح المناجم وفتح المحاجر وحاول يعيد الازدهار بتاع الدولة. He restored temples damaged in Amarna period and Karnak city. هو يعني حاول ان هو يرمم الاثار الباقية من فترة العمارنة، وعمل بقى بنايات زي الهايبوستال هول، الجريت هايبوستال هول، او صالة الأعمدة الكبرى اللي موجودة في معبد أمون بالكرنك. His son Ramesses the second was co-ruler at the time. رمسيس الثاني بقى دخل في القصة، لأن رمسيس الثاني كان برضو كبير وكان co-ruler، يعني برضو نائب أو حاكم ثانوي مع الحاكم الأصلي اللي هو سيتي the first. وهي aided his father in Karnak temple. وكان في كل البيلدينجز، هو في كل البيلدينجز رمسيس الثاني كان بيساعد ابوه في البناء والتشييد، وهو اللي كمل من بعده كل البنايات. فهو سيتي ذا فيرست مثلا started the hypostyle hall، ورمسيس the second continued that. وبرضه نفس الكلام، سيتي ذا فيرست started the temple of Abydos. We Ramses the second continued that. واحنا عندنا temple of Abydos ده it's a temple dedicated to Sex Dedes and Osiris. Okay. Ramses the second was co-ruler and he aided his father in all the buildings that he constructed. Seti the first died before completing the senator, now called the Osirian. Ramesses the second finished the temple. واللي حصل زي ما قلنا ان رمسيس الثاني اكمل كل البنايات اللي احنا قلنا عليها. Seti the first عنده tomb of course in the valley of the kings. ودي تعتبر one of the largest. انا كاتب هنا انها the largest، بس هو في مقبرة تانية. But for a king, if you would like to speak about a king, this is the largest tomb for a king in the Valley of the Kings. المقبرة التانية بتاعت أبناء رمسيس دي هنتكلم عنها، دي برضو one of the largest tombs. وممكن نعتبرها الأكبر of course. المقبرة دي بقى فيها passages، فيها columns. فيها painted reliefs. فيها alabaster coffin was inscribed with the text of the back of the gates. وعندنا الماميفايد بادي اللي حضرتك شايفها في الصورة دي اتلقت في الدير البحري كاش، بتمثل راجل handsome elderly man، راجل كبير في السن بس handsome with a good teeth، عنده أسنانه بشكل معقول كويسة، على عكس ملوك كتير لقينا عندهم مشاكل في الأسنان. His heart still in his body. لسه قلبه موجود داخل جسمه. وhis wife كانت Queen Toya. He had two sons. The eldest died young, leaving the throne to Ramses the second. كان عنده اتنين، واحد فيهم مات والإلدست الأكبر كان مات، فالعرش قال إلى مين؟ إلى رمسيس الثاني. طب مين رمسيس الثاني بقى؟ رمسيس الثاني كلنا نعرفه. رمسيس or Ramses the second, he is the third ruler. الملك الثالث بعد مين؟ بعد رمسيس الأول وسيتي الأول. يجي رمسيس الثاني. رمسيس الثاني he is the third ruler of the 19th dynasty. He was called the great. كان اسمه العظيم. Okay. One of the longest lived pharaohs of ancient Egypt. هو من أكبر من أكثر الملوك اللي حكموا في
في تاريخ مصر القديمة، وأكتر من عاش يعني برضو. He is the son of، احنا لسه قايلين المعلومة، هو ابن مين؟ سيتي the first and queen تويا. Okay. He was introduced early to military careers of his family. His grandfather كان اسمه مين؟ رامسيس the first. And his great grandfather Seti, our city, who was a commoner and had been commander in the field. الحاجة اللي حضرتك لازم تعرفها إن رمسيس كان his grandfather جده رمسيس الأولاني كان قائد عسكري، أبوه سيتي the first كان راجل عسكري، his great grandfather اللي اسمه سيتي بس مش الملك سيتي، لا ده سيتي he was a commoner he was a commander in the army. هو ما كانش ملك سيتي ده الأولاني خالص، ده كان راجل عسكري وخلف رمسيس الأول، ورمسيس الأول خلف سيتي، ومن سيتي خلف رمسيس الثاني. طيب رمسيس الثاني accompanied his father in the Libyan campaign. هو كده وبيتسلى ولسه شاب صغير وأمير، راح قام بحملة عسكرية ضد الليبيين. أوكي، وكان لسه يعني في ال he was a teenager، يعني كان لسه في مرحلة المراهقة يعني. أوكي، he also went to a war in the Mediterranean and Palestine regions. راح بقى البحر المتوسط، كان في حروب على الكوستس هناك، وراح فلسطين، يعني كل يعني الحروب اللي كان بيشارك فيها أبوه، كان هو بيحب، عنده حب استطلاع، وكان بيميل للناحية العسكرية. وفي شبابه وفي يعني حتى لما كان تينيجر، كان مراهق لسه في سنه صغيرة، كان بيشارك في الحملات العسكرية. He became the courageant in the 17th years of years of the reign of Siti the First. Siti the First هو بيحكم، اختار ابنه وريثه للعرش في العام 17 من حكم سيتي يعني، فأصبح رمسيس هو ايه الوصي على العرش. طيب في بقى رمسيس عمل ايه؟ conducted a Nubian campaign accompanied by two of his sons at age of 2020. في سن ال 22، سن ال 22 أخد اتنين من أبنائه وراح عمل حملة عسكرية ضد النوبيين. طيب نتكلم بقى بعد كده عن حاجات تانية تخص رمسيس، وهي عن مثلا إن رمسيس زي ما قلنا ساعد أبوه سيتي the first في كل ال vast restoration program up and down the Nile، و هو ساعد أبوه في الترميم والعمل المباني في كل مكان في مصر، وكمان عمل نيو بالاس ات بيراميسو أو بيرامسس، راح في كابيتال، نيو كابيتال كان اسمها بيرامس، بيراميسو أو بيرامسس. الكابيتال دي اللي كانت في الدلتا هو راح عمل فيها مع أبوه سيتي the first a new palace. أوكي، وبرضو اهتم بعمل wells آبار و quarry و mines. The quarry with mines were also reopened in this time. يعني المناجم والمحاجر اتفتحوا في الوقت ده، هما كانوا already مفتوحين، بس هو فتح بقى ايه محاجر ومناجم جديدة. Completed his father's building. هو he restored the empire. He made the promotion among his aides. Refurbished temples and shrines. كان بيكمل كل الأعمال وكمان بيزيد عليها ويبني حاجات تانية، وكمان هو كان بيسرق حاجات ويحط عليها اسمه، ودي كانت من الحاجات اللي معروفة على
الفترة بتاعت الملك رمسيس الثاني. طيب، he began a war with the Hittites that lasted for decades. لازم تعرفوا ان رمسيس الثاني عمل حروب كتيرة، من اهمها معركة قادش، ومعركة قادش دي كانت بتمثل في معظم معابد الملك رمسيس الثاني، زي معبد ابو سمبل، زي معبد الاقصر، زي معبد الكرنك، معابد كتير جدا. ومعبد الاقصر مثلا البويم اوف بنتاور، او يعني الشعر بتاع بنتاور، مرسوم على الكرنك، في معبد الكرنك وفي معبد الاقصر، وعلى بردية برضو موجودة اسمها سيلير بابيريوس. طيب، the particular campaign provided a temporary truce but then continued in a series of three phases. المعركة بتاعت قادش دي هي particular، هي حاجة كده مخصوصة، لأن حصل معاهدة سلام، ولكن المعركة نفسها كانت في ثلاث مراحل. After pushing the Egyptian domain to Beirut، بعد ما يعني وصل حدود مصر حتى بيروت في لبنان طبعا، رمسيس أو رامسيس met the enemy at Kadesh، هو قابلهم في قادش بعد ما أزحهم لحد بيروت، وبعدين أزحهم لحد مدينة قادش واللي هي بالقرب من سوريا، أو هي يعني في سوريا. Later he battled to recover Palestine which had been encouraged to revolt. Lastly, Ramesses II conquered Hittite lands far from Egypt and deep inside the enemy's empire, bringing the Hittites to the dreaded table. اللي حصل انه رمسيس الثاني وصل بحدوده لحد فلسطين واستعاد فلسطين، وبعد كده يعني غزا الأراضي بتاعت سوريا، حتى وصل لمعقل العدو، وأجبر السوريين في الفترة دي، أو الهيتايتس، الحيثيين بيسموه، على معاهدة سلام. أوكي، وده كله مسجل في الانسكريبشنز بتاعت المعارك اللي رسمها في معابد كتير رمسيس الثاني. طب لو اتكلمنا عن بيرامسو، في بيرامسو بقى، او بيرامسس اللي هي العاصمة الجديدة بتاعت الملك رمسيس الثاني، he enlarged the royal residence adding doorways, balconies, throne rooms, chambers. أضاف إضافات وعناصر تانية يعني القصر بتاعه. He built، الملك ده بقى رسم يعني عمل حاجات كتير بقى، من ضمنها معبد أبو سمبل زي ما قلنا، عمل معابد في النوبة، عمل معبد في أبيدوس، أكمل اللي هو معبد أبوه في أبيدوس، عمل معبد الأقصر أو جزء منه يعني، عمل معبد الرامسيوم اللي موجود في غرب الأقصر. واللي كان بيميزه بقى ان هو كان عنده he has many wives and consorts. وصلوا في بعض الفترات ل 200، تخيل 200 زوجة، اعتقد يعني عدد كبير جدا، يعني 200 زوجة يعني عدد كبير. His great wife، الست الرئيسية بقى اللي هي great wife، امرأته العظيمة، كانوا بيسموها great wife، كانت نفرتاري ميريت موت، اللي هي نفرتاري. مين ما يعرفش نفرتاري؟ مقبرة نفرتاري من أجمل المقابر اللي موجودة في وادي الملكات، وهي يعني مرات رمسيس الثاني الأهم. و نفرتاري لما اتجوزت رمسيس ما كانتش متجوزة
بعد ما أصبح ملك، وإنما حتى قبل أن يصبح أمير، لأن هو بما إن أبوه كان ملك فهو أصبح أمير. يعني هو حتى قبل الكلام ده رمسيس الثاني كانت اتجوزته يعني نفرتاري. She bore him children و she was honored in a temple at Abu Simbel. هي هو عمل لها معبد جنب المعبد بتاعه كان مخصص لنفرتاري. والقصة بتقول برضو ان هي when she retired to the harem villa at Mirwer in Fayum كان في بقى ظهرت زوجة ملكية تانية اسمها إيست نوفرت who became the leading queen in this time. حصل ان كوين نفرتاري او الملكة نفرتاري بعدت شوية عن الحكم وعن العاصمة وراحت لمدينة ميوير. اوكي، هناك كان عندها قصر ملكي، يعني كأنها طلعت على المعاش. فحصل ان في واحدة اسمها إيست نوفرت، وإيست نوفرت دي هي اللي اصبحت يعني الملكة الرئيسية. اوكي، وجابت بنت اسمها بنت عينات، بنت إينات. اوكي، ونفرتاري's daughter ونفرتاري's daughter called Merit Amun became queen. هما الاثنين بقى بنت نفرتاري وبنت إيست نوفرت أصبحوا ملكات، يعني أصبحوا زوجات لأبوهم اللي هو رمسيس الثاني. Other favorite were Maat Hor Nefrura، ودي كانت maybe Hittite. اوكي، في واحدة تانية اسمها نبت تاوي. يبقى عدد كبير بقى من الزوجات الملكيات اتجوز بقى بناته زي بنت انات اللي بتظهر معاه في بعض في تمثال من التماثيل، يعتقد انه في معبد الكرنك يعتقد انه بنته بنت انات اترسمت معاه لانها كانت زوجة ملكية في الفترة دي وزوجة رئيسية. وبنت عناد دي بنت ملكة برضو كانت رئيسية قبلها اللي هي إيست نفرت. ومهم يعني هو بيتجوز وبيخلف وممكن يتجوز بناته، قصته. رمسيس the second or Ramses the second had more than 100 sons. كان عنده بقى كام؟ كان عنده 100 عيل يعني ولد، وكان عنده عدد كبير بقى numerous daughters many of them predeceased their father resulting Merin Betach succession as the 13th offspring designated as crown prince. رمسيس الثاني بقى بما انه حكم فترة طويلة فأولاده كتير ماتوا، فلما أولاده الكتير دول ماتوا أصبح الابن التلاتاشر هو الوريث بتاع العرش اللي هو اسمه مين؟ ميرن بتاع. أوكي؟ لكن هو عنده عدد كبير جدا من الأبناء، والابن التلاتاشر هو اللي إيه؟ ورث الحكم اللي هنتكلم عنه بعد ده اللي هو رابع الملوك وهو اسمه ميرن بتاع. Some of the sons أسماء بعض بقى اللي ممكن تقراهم: ميري آمون، ميري رع، ميري آتوم رامسيس، خايم واسد، مونتو، حير خوبشيف، وسيتي، وأمون حاتب. هو عنده عدد هايل يعني عدد كبير جدا. في مقبرة بقى unique mega tomb in the Valley of the Kings was the grave of Ramses II's royal sons. Some 67 chambers with wall paintings have been discovered leading to another level of the structure that promises additional chambers. في مقبرة بقى كبيرة لقيناها تقريبا في 2006 تقريبا في 2006. المقبرة دي كانت هي مقبرة بتخص أبناء رمسيس الثاني، فيها 76 chamber غرفة، 76 غرفة، وكمان فيها ليفل تاني
وكانت مقبرة ضخمة جدا. احنا كنا بنقول ان مقبرة سيتي ذا فيرست اتس ذا لارجست، لكن المقبرة دي ممكن نقول انها ذا لارجست اولسو، يعني هما الاثنين they are بس هو الفرق ان دي فيها many chambers، التانية كانت كبيرة جدا وطويلة جدا ضخمة، انما دي يعني عدد الغرف هو الاكبر. اوكي، رامسيس the second married a daughter of Hittite ruler we probably called Maat Hor Nefru Ra. وستاتيوس عنده ستاتيوس بقى بالهبل ومونومنتس بالهبل throughout Egypt في كل أنحاء مصر. أوكي خلاص احنا خلصنا كده رمسيس الثاني، مش فاضل غير نتكلم عن المامي بتاعته والتوم بتاعته. لما مات by his death his son and heir Merin بتاعه placed him in the tomb in his tomb in the Valley of the Kings. The large tomb was long and highly decorated. His mummified remains were removed to keep them safe from the robbers. His original tomb was probably flooded before he died, as two such monuments bear his name in the Valley of the Kings. المقبرة بتاعته بتاعت رمسيس الثاني كانت كبيرة جدا، كانت وهي يعني highly decorated with كان فيها بقى رسومات وكده، بس هي the last part in this tomb was unfinished و mummified remains بعدوها وحطوها في الدير البحري عشان او الكاش بتاع الدير البحري عشان يعني نحافظ عليها. المقبرة الأصلية بتاعت الملك احتمال تكون يعني مش احتمال يعني هو لقينا ان في حاجات كتير فيها جدا بايظة وهي باين يعني فيضان او المطرة دخلت عليها فبوظت المقبرة. اوكي بس احنا ادي منظر يعني لو شفتوا ادي الشكل بتاع رمسيس الثاني، شكله يعني تحسوا ان هو عايش معانا، شايف الشعر بتاعه شكله كأنه حي يعني. الراجل ده يعني his body or his mummy shows that he suffered from smallpox at one time، كان عنده احتمال مرض الجدري. اوكي وكده خلص معانا رمسيس الثاني، ونخش على ميرن بتاح. ميرن بتاح كان الملك الرابع في الأسرة 19، و هو ابن رمسيس الثاني وإيست نوفرت. ولما تسمع كلمة إيست أو يعني اسم حد زي إيست نوفرت هتلاقي فيه إيست نوفرت اتنين، عشان كده أنا كتب لك واحد لأن في تانيين بيحملوا نفس الأسماء. هو كان as we said before he was the 13th son، هو كان الابن الـ13 designated as a royal heir، واللي كان يعني المفروض يبقى هو حاكم مصر، يعني كان دوره الـ13 ووصل ان هو يكون الملك الرئيسي. ميرن بتاح consorts were Iset Nofret the second، يعني مراته برضو اسمها Iset Nofret بس دي تانية. اوكي يعني هو امه اسمها Iset Nofret ومراته اسمها Iset Nofret، وعنده تا خت او تا خات دي مراته التانية. كان عنده سيتي ذا سكند، كان عنده ابنه سيتي ذا سكند، وعنده probably Amen Misses، وده دول ملوك هيحكموا بعد كده. اوكي his older brothers died during the long reign of their father، عشان كل اخواته بقى ماتوا فهو حكم مصر وكان عنده تقريبا 50 سنة. وفي السنة العاشرة من حكمه هو ساب يعني بعض النقوش اللي بتمثل الحروب والعقبات اللي قابلته during his life. اوكي هقرأ لكم الكلام ده. His older brother died during the long reign of their father actively military when a prince he was apparently 50 years old when he became the pharaoh. Merin Bittah 10th year reign is documented by three great inscriptions on our wall in the temple.
of Karnak, Amun, the temple of Amun at Karnak, a large stela from Atribis, اللي هي تل أتريب اللي هي موجودة في بنها دلوقتي, and the victory stela found in the mortuary temple at Thebes. All the three relate to Merenptah's military campaign, complement each other. كل حاجة بقى يعني بص التلات حاجات دول أو التلات نقوش والتلات مونيمنتس دول بيمثلوا إيه العقبات وإيه الحروب اللي عملها في حكمه اللي هو ميرنبتاح. طيب نخش بقى على اللي بعده. هو during his reign a revolt in the southern Syria was quickly crushed. أول ما تولى الحكم كده حصل ثورة, بناء على الثورة دي هو بعت الجيوش بتاعته و it's quickly crushed. هو يعني قضى على الثورة بسرعة شديدة. اللي حصل ان الهيتايت كينج او الملك الحيثي استنجد بالملك رمسيس الملك ميرم بتاعه وفكروا يعني قالوا ان احنا عاملين معاهدة مع ابوك اللي هو رمسيس الثاني, في نفس الوقت انا عندي مجاعة, وبناء عليه بعت له بقى ما يعني جرين, بعت له بقى محاصيل واكله والكلام من ده. كان في بقى there was unrest in the western borders with the Libyans who attempt an invasion. A fermenting revolt in Nubia and in western oases. كان في مشاكل كتير, كان في مشاكل موجودة في سوريا, وهو بعت عشان يساعد الملك الحيثي, وفي نفس الوقت في الويسترن بوردر في الناحية الغربية يعني عند ليبيا كان في محاولات لإنفيجن أو يعني دخول أو احتلال من قبل الليبيين, وكان في برضو نوع من أنواع الثورات اللي بتتم فين في الواحات وفي النوبة. هو عمل ايه بقى ميرنبتاح في الاجواء الفظيعه دي, هو لسه داخل الحكم وكل حاجه ايه صعبه بالنسبه له. rapid mobilization and a heavy preemptive strike, عمل ضربه استباقيه وراح لناحيه الليبيين, و زي he left them totally vanquished, يعني هو هزمهم هزيمة نكرة, وكتب الكلام ده في الانسكريبشنز على معبد الكرنك كالعادة, هما كلهم بيعملوا كده. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ النوبة بقى, نوبيا had risen to support the Libyans but Merenptah immediately turned south and inflict a crushing blow. الراجل ده راح شاف كده ان النوبيين عاوزين يعملوا ثورة, فراح نازل عليهم بضربة ساحقة عشان يهديهم, عشان هما كانوا عاوزين يساعدوا الليبيين. و ميرنبتاح although elderly, بالرغم ان كان سنه كبير, had made the point that insurgents could not tamper with Egypt's security, ويوضح للناس مش عشان انا كبير في السن خلاص, لا ده انا هوري المتمردين او ورى المتمردين ان مصر مش ممكن يتلعب بال يعني السكيورتي بتاعتها او الامن بتاعها. طيب اخر حاجة بقى, ميرنبتاح realized that his time on the throne might be short. هو كبير في السن فهو كان بيعتقد انه خلاص يعني كل حاجة هتنتهي بسرعة, وعشان كده he rapidly commenced building his mortuary temple at Thebes and his tomb in the Valley of the Kings. بنى معبد له في البر الغربي, وبنى برضو في وادي الملوك مقبرة لي. ميرنبتاح tomb رقمها KV8 هي
كيفي أو كينجز فالي 8 lies close to the his father. المقبرة مش بعيدة عن أبوه، قريبة جدا، بس هي في مستوى أعلى، وعشان كده ربما يكون الفلودينج that assailed Ramses the tomb didn't affect this tomb. يعني المقبرة بتاعت رمسيس الثاني اتأثرت بالفلودينج، بس ما تأثرتش بيها بتاعت مرنبتاح، لأن مستواها أو وجودها أعلى من مستوى رمسيس الثاني. مرنبتاح apparently had several sarcophagi, each curved in various tunes that included alabaster, rose, and black granite. عنده بقى several sarcophagi، عنده كتير من التوابيت اللي معمولين من أدوات أو يعني من materials مختلفة، من مواد مختلفة زي الألباستر وزي الجرانيت بألوانه المختلفة، الروز والبلاك. والمقبرة بتاعته اتلقت كالعادة في واحدة من الكاش، وهنا المرة دي لقيناها في الكاش بتاعت The Valley of the Kings بتاعت أمنحوتب II، والمقبرة بتاعته اللي بتحمل KV35. أنا كده خلصت، والوقت دلوقتي للأسئلة. الأسئلة هي: إيه تعرف عن نيو كينجدوم؟ ممكن تتكلم في دي عن الأسرة 19، وتتكلم بقى مين هو اللي was called the great fill in the space، ومين اللي هو the first ruler of the 19th dynasty، وتتكلم بقى right or wrong وتبص عليهم. المحاضرة الجاية هنتكلم عن باقي الملوك بتوع الأسرة 19. شكرا، ونلتقي في محاضرة جديدة إن شاء الله المرة الجاية. إلى اللقاء.